السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوت خواتاتي، كديري؟ لبس عليكم بخير، هنين، كراكم مزيانين. نتمنىكم كاع تكونوا بخير وعلى خير في ما كنتو تما كتشاهدوا الفيديو. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم جيت ان شاء الله غادي نتقاسم معكم وجبه اللي سهله وسريعه بدون لحوم، اقتصاديه جدا، كتجي لذيذه معلكه بطريقه اللي سهله وبسيطه بطبيعه الحال، وكطيح اقتصاديه. فعليكم اخواتي غير تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تشوفوا معايا جميع المراحل والطريقه ديالها. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا كما العاده، ما نساوش الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تنساونيش اخواتي من اللي لايك ومتعرفكم بالزوينه المحفزه اللي كتفرحني بزاف. وندوزوا الان الطريقه والمكونات مع بعضياتنا. فبسم الله على بركه الله، كيف ما كتلاحظوا معايا في الصوره، خديت هنا تقريبا واحد جوج حبات ديال البصله. بالنسبه للبصله انا صراحه عندي صغيره، المهم غير هذه اللي توفرت عندي. ثم غادي تاخذوا لي جوج حبات ديال البصله، تنقيوهم وتشلضوهم او تشنفوهم بهذه الطريقه هذه، يعني تشنفوهم كيف ما كنقولوا على شكل طولي اللي يكونوا رقاق. من بعد هنا في هذه المرحله خديت واحد المقله وضعت فيها داك البصيله من بعد ما قطعتها بهذه الطريقه هذه، بعد ما شنفتها بطبيعه الحال على شكل طولي كيف ما كتلاحظوا. من بعد غادي نضيف عليها 4 ديال المعالق ديال زيت الزيتون، استعملت انا فقط زيت زيتون. يمكن لكم ديروا نتوما زيت نباتيه او زيت زيتون، يعني خليط بيناتهم، كيبقى لكم الاختيار. غادي نوضع المقله ديالي على النار وغادي نخلي هاد البصيله حتى كتشحر وتطيح وتدبل كيف ما غادي تلاحظوا معايا ان شاء الله. خليت المقله ديالي جانبا على النار، خديت هنا 3 ديال الحبات ديال الصفرجل. بالنسبه للصفرجل هذا هو الوقيته او الموسم ديالو، يعني راه موجود في هذه الوقيته هذه. كناخذ الصفرجل ديالي كننقيه بهذه الطريقه، كنحل الصفرجل على جوج، من بعد كل نص كنولي نقسمه على جوج وكنحيد له داك العلفه او داك العظم اللي كيكون فيه في الوسط، وكنحيدو بطبيعه الحال الا بانت ناقه فيه شي ضريبه كنحيدوها. من بعد كنسنفو او كندير له واحد جوج خطوط بالسكين على هذا الشكل هكا من الفوق باش يدخلوا الطياب وفيه الساعي يطيب معانا. هنا نقيته وغسلته كيف ما كتلاحظوا، غادي نخليه جانبا. اذا غادي ناخذ هنا تقريبا عندي 5 دراهم ديال الزبيب هانتوما، غادي نضيف له واحد الكميه ديال الماء وغادي نخلي هذا الزبيب كيرقد في هذا الماء وفي نفس الوقت كيرطب، وبطبيعه الحال كتحيد منه داك الغبره اللي كتكون فيه. صافي غادي نوضع عليه واحد الكميه ديال الماء وغادي نخليه جانبا. من بعد هنا البصيله ما كطيح وتدبال وتصبح لنا على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا اخواتي. غادي نضيف الان العطريه او التوابل. كنحتاج نص معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، نص معلقه ديال السكنجبير، راس معلقه من الابزار اللي هو الفلفل الاسود، الملح بطبيعه الحال اللي كيبقى على حسب الذوق، وراس معلقه ديال القرفه، قرفه مطحونه كيف ما كتلاحظوا. الا ما كانتش متوفره عندكم يمكن لكم تستعملوا واحد جوج عويدات ديال القرفه. كنضيف واحد الكميه ديال الماء اللي كيكون غليان على هذا الشكل. ومن بعد غادي ناخذ الصفرجل ديالي اللي سبق لي نقيت معكم، غادي نستفو في المقلات، كيجي واحد الطبق اللي لذيذ بزاف، يعني الصفرجل معسل بالبصله والزبيب كيجي خطير في المذاق. ننصحكم تجربوه وتردوا عليا، غادي ينال اعجابكم بزاف. وكيطيح الطبق هذا اقتصادي جدا، يعني بدون لحوم كيف ما كتلاحظوا، وبطبيعه الحال كما قلت لكم راه كيجي لذيذ بزاف. ننصحكم انكم تجربوه وبهذه الطريقه وتردوا عليا، غيجي واعر واعر بزاف كيجي. صافي هنا خديت داك الطريفات ديال الصفرجل وستفتهم على هاد الطريقه هذه في المقلات. من بعد هنا غادي ناخذ داك الكميه ديال الزبيب اللي رقد وغادي نوضعو على هاد الشكل هكا من الفوق. من بعد ما وضعت الزبيب على الصفرجل كيف ما كتلاحظوا اخواتي، الان غادي ناخذ الماء اللي كيكون طايب، يعني الماء اللي كيكون غليان به كنرويو. غادي نوضع الكميه المناسبه فين غادي يطيب لي داك الصفرجل، ايضا فين غادي يطيب لي الزبيب وتكمل طيابها البصل. هذه الكميه ديال الماء. هنا في هذه المرحله غادي نسد على المقلاه ديالي، غادي نحاول انني نغلق عليها هكا بشي حاجه، وغادي نخليها على نار ما بين متوسطه ومهيله، يعني يطيب على خاطر، وراه في الساعه كيطيب ما كياخذش مده طويله الصفرجل، خصوصا الا كان عندكم الصفرجل زوين، يعني داك الصفرجل ملحم التمر الملحم اللي فيه الماء راه في الساعه كيطيب ما كياخذش مده طويله. غادي نخليها انا تقريبا ما بين 15 حتى 20 دقيقه،
صافي وكنلقاه طايب. هانتوما من بعد ما مرت تقريبا هنا 20 دقيقة، صراحة من بعد ما وضعت مغلقي كما كتلاحظوا، كناخدو هنا في هذه المرحلة واحد السكين. شوف معايا السفرجل ديالنا طايب كما كتلاحظوا اخواتي، كما قلت لكم فاش كيكون السفرجل زوين راه في الساع كيطيب وكيجي لذيذ، يعني كيكون ملحم وميه في الساع كيطيب وكياخدش معكم مدة طويلة. هنا في هذه المرحلة كتبقى اختيارية، يمكن لكم ما تضيفوهاش، هي واحد الملعقة صغيرة ديال سكر سنيدة او سكر حبيبات كما قلت لكم اللي كتبقى اختيارية، يمكن لكم ما تضيفوهاش ولا يمكن لكم ديروا معلقة ديال العسل البلدية، يعني عسل الحرة الا بغيتوا تتفاداو تماما السكر، ولا يمكن لكم تخليوها غير في الحلاوة ديال الزبيب كما كنعرفوا راه الزبيب حلو يعني كيطلق داك الحلاوة ديالو، يمكن لكم ما تضيفوش داك المعلقة ديال السكر. مي انا صراحه كنضيف واحد المعلقه ديال السكر في الاخير كتجيني زوينه بزاف. صافي كنضيفها وكنخلي الطبق ديالي واحد المده ديال 2 حتى 3 دقائق حتى كتذوب داك السكر وكيتشرب داك المرق بطبيعه الحال وكتلبن وكتصبح لنا على هذا الشكل هذا. من بعد كنطفي عليها النار، هذا هو الطبق ديالنا من بعد ما طفينا عليه النار. غادي ندوز الان باش غادي نوضع معكم في صحن التقديم. خديت هنا صحن فين غادي نقدم الطبق ديالي صافي، وكناخذ داك الطريفات ديال السفرجل وكنقدمو على هذا الشكل هذا. فاخوتي خواتاتي نتمنى هذا الفيديو ديال يعجبكم، نتمنى الوصفه تجربوها وتقولوا لي كي جاتكم وصفه اللي واعره بزاف اقتصاديه. فيديو اللحوم كيف ما عودتكم دائما كنجيب لكم حويجات اللي اقتصاديين، كل شيء يقدر يدير، كل شيء يدير معايا، كل شيء اختي يجرب معايا الوصفات، اللي عنده يدير اللي ما عندوش يدير، ممكن نجيب لكم داك الشيء اقتصادي ديال الناس الدراوش. فما تسقوش عليا لي لايك وتعليقكم الزوينه اللي كتفرحني بزاف كتخليني مستمره ومع وصفات جداد بطبيعه الحال فاش كنشوف لي لايك وتعليق. وما تنساوش ايضا الا عجبتكم الوصفه تبارطاجوها مع خوتكم صحابكم مع كاع الناس اللي كتعرفوا فضلا وليس امرا. ما تسقوش عليا بلي لايكات ديالكم كيف ما كنقول لكم التعاليق المفرحه بزاف، ولا باقي كتشاريو الوصفه حتى لدابا بطبيعه الحال كنقول لكم شكرا بزاف على حسن المتابعه، نتمنى الوصفه تجربوها وتردوا عليا، وانا غنقول لكم السلام عليكم مع فيديو جديد وصفات جديده ان شاء الله. السلام عليكم.